السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هبدأ استعرض معكم طقم كاسات بوهيمي. هنا الكرتونة بتاعته اهو معانا اهي. طبعا انا مطلعة كاسين منها عشان استعرضها لكم. الطقم 6 كاس. طريقة تغليفه باتقان جدا. هنبدأ نستعرض منه كاسات ونشوف شكلها. هنا الختم بتاعه وبياناته كله تمام. هنا نبدأ نشوفه. بسم الله. هنا معانا الكاس اهو. شوف جماله. الكاس ده اسمه كاس كوخ. رسمة الكاس الكوخ اللي هو المكور القصير. احنا لو كنا نشوفه هنا في الطول يعني ايه اهو قدامنا اهو. تمام. الكاس ده فيه ميزة مش موجودة غير نادر جدا لما نلاقيها. هنا لو لاحظنا الجزء ده كده الختم ممضي مختوم مش ورقة ومحطوطة. تمام. هنا مختومة بانه بوهيمي. دي الرسمة بتاعته طبعا. ده ولا تقولي لي هتروح في الغسيل ولا مش غسيل. لا، الحاجات دي كلها ثابتة. الكاس ده ما يتعوضش اصلا. كاس تحفة تحفة تحفة. منه النبيتي ومنه اللون الاوف وايت برضو. بس انا اخترت ان انا اصور لكم اللون العسلي لانه بصراحة انا شخصيا حباه جدا. لون مميز جدا. هنا هنلاحظ هنا الكعب. لون الكعب بتاعه ماشي معاه. من جوه اهو الرسمة داير ما يدور معانا لو قربناها من الكاميرا. كاس كوخ. وهنا الاتيك بتاعه كمان هو بوهيمي. تمام. طبعا كاس اصلي 100 100 ما فيش اختلاف عليه. وقلنا ممضي. الطقم بيبقى 6 كاس. وفي لو عايزين معاه قارورة بنجيب له القارورة وبيبقى طقم معاه القارورة بتاعته 7 قطع حسب راحتك. هو الطقم ده 6 كاس معانا اهون. وعلى ما اعتقد كده حاولت ان انا استعرضه لكم استعراض بسيط جدا بحيث ان احنا نقدر نحكم برضو عليه. قدامنا اهو. تمام. اتمنى بس يكون الموديل واختياري عجبكم. وطبعا ده من تصوير ام كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.